السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عارفين ستيبل ديفيجن اللي هو بيحول البرومت لصور. طيب في برضه حاجة تانية طالعة برضه اوبن سورس ومجانية اسمها ستيبل كاسكيد. دي برضه عبارة عن نموذج ذكاء صناعي مجاني مفتوح المصدر لتوليد الصور، وتقدر ان انت تجربه وتقدر ان انت تسطبه عندك على الجهاز بحيث ان انت تقدم الخدمة دي لنفسك والاخرين. يعني ممكن تحطها كسيرفر وناس تبدأ انها تشتغل عليها. تمام، انا قلت له تايجر وير سويت، فلبسه البدله اهوت بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز رجل فضاء راكب على حصان اخضر، فيعمل لك الصوره بالشكل دوت. هي الميزه ان هو اوبن سورس، فتقدر تحمله على الجهاز بتاعك وممكن تحطه على الموقع بتاعك بحيث ان اي حد عايز يعمل صور جميله بالشكل دوت يقدر يعملها من خلال الموقع بتاعك. تمام، ده تقدر انت تسطبه وتقدر انت تجربه وتقدر انت تطلع على الفكرة ازاي بيشتغل. تمام، وده الجيت هاب بتاعه اوبن سورس. تقدر تقول له انا عايز احمل الكود وتسطبه عندك على الجهاز بدون اي مشاكل خالص وبدون اي فلوس.